السلام عليكم اخواتي، كديري لاباس عليكم. مرحبا بكم في قناه حليمه العبدلاوي. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم كيكه اقتصاديه ديال الليمون. غنحتاج هنا جوج كيسان ديال العنبه ديال الدقيق ونص، جوج كيسان ونص ديال الدقيق. عندي هنا كاس عنبه ديال الليمون، كاس ديال السنيده، كاس ديال الزيت، عندي ثلاثه البيضات وفاني، وعندي هنا قبيصه الملح، وعندي قشور ديال الحامضه وجوج خمارات. اول حاجه غنبدا بها هي البيض. غنحتاج هنا طراب كهربائي، كاس ديال السنيده، قياس ديال العنبه، قبيصه الملحه. غنطرب البيض والسنيده هما الاولين حتى كنحس ديك السنيده دابت. عاد كنزيد عليهم الزيت حتى هو كاس ديال العنبه. معلقه صغيره ديال الفاني سائله، الا ما عندكمش سائله ديروا شاصيه، ديروا غير وحده. عندي هنا كاس ديال الليمون، كنطربهم حتى ني مزيان واحد دقيقه ولا جوج. بعد ما طربت الخليط مزيان، ناخذ هاد الطاوه ديالي كنكب فيها الخليط ديال الكيكه، كنزيد قشور ديال الحامضه. الا ما عندكمش الحامض استعملوا الليمون حتى هو. هذه قبيصه ديال الملحه، نسيت ما درتهاش في الاول. دابا كنبدا نوضع في الطحين، كنخلط مزيان، كنكب غير بالقياس. المهم هاد الدقيق انا راه مغربله من قبل، ما كنكبش الدقيق دقه واحده، كنكب بالقياس. المهم انا احتاجيت هنا جوج كيسان ديال الدقيق ديال العنبه، هذاك نص كاس ما ضفتوش، وجوج خمارات هما اللي كندير في الاخير. الخماره كنخليها هي الاخر عاد باش كنضيفها باش تنجح ليا الكيكه ديالي. انا كنعبر معكم دقيق لي شاط، ها هو تقريبا جاي نص كاس. كناخذ الطاوه ديالي دهناها بالزبده والدقيق، كنكب الخليط ديالي، كنهز زيتي الفوق باش تنجح لكم الكيكه ويخرج منها داك الهواء. كندخل الفران، كتحتاج معايا واحد 30 دقيقه. هذا هو الشكل النهائي البنات، شوفوا كيفاش كتجي خفيفه وهشيشه، كتجي رائعه في المذاق البنات، غير جربوها ما تندموش عليها. كتجي فريحه الحامض والليمون كيحمقوا، كتجي رطبه وهشيشه. انا غنقسمها باش تشوفوا، شوفوها كيفاش جات من الداخل. بالنسبه للتزيين انا ضفت ليها المربى ديال المشمش والكوك، والا عندكم العسل ديروها بالعسل. شوفوا كيفاش كتجي هشيشه البنات ورطبه. ولا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تشتركوا عندي في القناه وتبارطاجيو مع اصحابكم حبابكم، ليصلكم كل جديد. الى اللقاء، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.